النهارده بقى افتتاح مكتب جديد، مكتب العالمي للعبايات اللوكسيات، وحط تحت اللوكس دي 100 خط شغل البراندات وشغل الاونلاين والستوريز العالي قوي اللي بتسمعوا عنه ولوفات كتير جدا. النهارده هتاخدوه حرق وكسر اسعار، عاملين عروض حلوه جدا على العبايات السمراء والحرير والالوان، الشغل اللي ينفع كمان محجبات ومنتقبات، عندنا المقاسات لحد 5 اكس، شغل حرير وكتان، الشغل التيك توك والشغل السي واي، شغل كتير جدا هنشوفه النهارده معانا في الفيديو. كل موديل بتشوفوه الوانه كلها متاحه، الخامه قريشه حدث ولا حرج، شغل التونيكات ام بنطلون هتلاقوها موجوده هناك، شغل الحاجات ام جاردن بالبيزك، شغل العرايس بقى اللي بتدور عليه وما تعرفوش بيجي منين، سواء بقى استقبال، شغل عبايات الحنه، العبايات بتاع الصباحيه، كل حاجه هتلاقوها هناك. والشغل اللي هناك زي ما قلت لكم شغل براندات، ما بيشتغلش شعبي خالص، العنوان بالتفصيل بتلاقوه متصور في نهايه الفيديو، وهسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق والارقام موجوده على الشاشه. بس قبل ما ابدا بالله عليكم لايك وشير وعلى بركه الله نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. يا عمر الاول، ومليون مبروك افتتاح جديد مكتب العالمي، ان شاء الله يجوا ينورونا كلهم باذن الله. بامر الله النهارده شغله كله لوكس باذن الله، كل الفئات هتلاقوها موجوده عندنا، كل الاشكال العبايات عندنا، اسعار تبدا من 400 لحد 1250، يعني كل الاسعار اللي تتخيلوها وكل الموديلات موجوده ان شاء الله. هترجع لي خطوتين يا عمر. النهارده هنبدا مع بعض بعرض جاكار، كام النهارده؟ ده ب 400 جنيه بس. دي النهارده معانا ب 400 جنيه جاكار، جايه بطرحتها. تمام، بالطرحه بتاعتها، الطرحه بتاعتها اهي، كل النهارده معانا على 400 جنيه. النهارده الطرحه دي اهي، اه بصوا، لا ومطعمه برده جاكور حلو قوي، اللون اللي بنفس اللون. تمام، ودي مقاسات لحد كام يا عمر؟ لحد 4 اكس. لحد 4 اكس ب 400 جنيه، حلوه. تمام، تسلم ايدك. في ايه تاني معانا؟ في عندي حاجه زي كده ب 580 جنيه. ده 580. آه ده الخامات ايه؟ بره بنفس بره، ده حرير. ده حرير. ماشي. على 500 وكام؟ دي اغلى 150 واغلى 200 جنيه. قلت لي ب 500 وكام؟ 580 جنيه. 580 برضه لحد 4 اكس. لحد 4 اكس. تمام، حلوه الزجزاج دي قوي. شكلها تحفه، بصوا بصوا. برضه اسعار لحد 4 اكس. بصوا الجمال، كل ده لحد 4 اكس. قربي كده، قربي كده. فيها توسيع، ما انا بقول لهم زجزاج اهي. الكم حلو قوي، شكلها شيك جدا. لحد 4 اكس بكام؟ 580 برضه لحد 4 اكس. تمام، بصوا اللي جاي دي 580 جنيه. كل ده حرير على 580 لحد 4 اكس يا جماعه. حلوه وش وظهر. تسلم. تمام، برضه نفس الكلام. تسلم، حلو قوي. دي كام برضه؟ 580. استنى لي بقى، هات لي الكم رجعها لي بس كده. بصوا الكم من هنا يا جماعه، واخد حته كده باستراس. كل ده النهارده لوكسيات ب 580 جنيه لحد 4 اكس. تسلم ايدك. تمام، 570 بس. دي 570. خلي بالكم من الموديلات، لاني مصانع وكل مصنع بسعر. لا دي حاجات شغل لوكس بقى. اما انا بقول ده 580. 800 و900. تمام، النهارده عندنا ب 580. 570 بس. 570. تمام، انا بزود عليكم 10. حاجه زي كده بقى. عايزه كام؟ 650. 650 ده ينفع؟ ده محجبات، محجبات جامعات بنات منتقبات حلوه، محجبات. اه وكل الناس محجبه، والعبايات السمراء برده محجبه. دي خامه قريشه، مقاسات من كام لكام؟ ده في منه 13 لون لحد 3 اكس و4 اكس. لحد 3 و4 اكس، ده الاكس لارج منه. خلاص، ده قريشه، ده في منه 13 لون. وقلت لي سعره كام؟ ده 650. 650 لونين. طب استنى لي، ده النهارده معانا يا جماعه على 650 جنيه. صح، ينفع منتقبات ومحجبات وبنات جامعات ب 650. ده كله قريشه، موجود منه الوان كتير جدا. بصوا اهو، الكحلي، الجراي، النبيسي، الزيتي بتاعه، تمام، الاخضر، كل ده النهارده ب 650 لحد 4 اكس. والحته اللي جايه دي فخامه، حاجه زي كده حلوه العرض. حلوه اللي جايه، 530 جنيه في العرض. والله حلو قوي. هي دي تيك توك ولا ايه؟ التفاصيل كده كريب. لا دي كريب، وكريب عالي كده. الله، حلو قوي قوي. بصوا الجمال، انا عايزاكم بس تشوفوا الكم، تحفه. بصوا واخد حته سيليكون، شكله شياكه برضو. ده بقى الوان كتير قوي، وحاسه المقاس كبير يا عمر. اه، لا ده في لحد 5 اكس. لحد 5 اكس كام النهارده؟ ده 530 بس، شكلها تحفه. كل الالوان متحفة. خلي لي اللونين قدام ياخدوا عليهم سكرين كده وريني. كل ده النهارده معانا قلت لي ب 580 530 و30 لحد، انا ليه عمال ازود عليهم النهارده؟ 530 لحد 5 اكس يا جماعه على 530 جنيه بس، حته حلوه. بس انا مش عارف يعني. اه شكلها تحفه، والبيج بتاعها خطير بجد والله، تحفه. كله على 530. تمام، حاجه زي كده بقى هنعلى بقى بالريت. ده عرض تاني. تمام، حاجه ب 670. 670 العبايه دي بتنزل ب 850. اه تحفه، حلو قوي. قلت لي ب 670 بس، شكلها شيك جدا وشايفه منها الوان. بصوا شيفون، طبعا شيفون حلو قوي. كل ده معانا على 600 وكام؟ 680 و80 و60 670. تمام، بصوا كده، كل ده على 670. ده نقاشات مختلفه
وكل نقشه بالوانها شايفه. لو عروسه بيتجهز بقى بقى في جهازها بقى كام عبايه. حلو قوي دي 670. لا انا عايزاك ترمي لي دي وفري لي كم دي. بصوا الجمال، انا بس عايزه اقرب لكم تشوفوا شكل الكم. بصوا الجمال، كل ده النهارده معانا حرق اسعار على 670 جنيه حته قمر شياكه. لحد كام اكس برضه يا عمر؟ لحد 4 اكس. الناس اللي بتعشق الالوان، عبايات الوان، ده شغل ليزر وطون، الشغل اللي عليها تحفه مع الاسود كمان خطير. كم طيب؟ قول لي سعر وقول لي. 670 والمقاسات 670. المقاسات لحد كام؟ احنا بنشحن من قد ايه قبل ما نبدا؟ من اول قطعتين القطعه بقى، يعني هتفرق. هم اللي هيدفعوا الشحن من اول قطعه الشحن. اصل كده يعني فاهمين سعرها. من اول قطعه يا جماعه. طب استنى لي مقرب، هات اللونين بس على بعض. بصوا كده، قلت لي هيبقى عرض كام النهارده؟ ده 670. ده النهارده معانا، ركزوا، ب 670 جنيه. كل ده على 670 لحد 4 اكس. لسه تمام. اسكندريه واسوان. واحده تبعت تاخدها. تسلم ايدك. بص الحته اللي جاي بقى. الله تحفه، كلها برده موجوده حلوه. بليسي من تحت يا خامته ايه كوريشه. بص كده سوستة حلو تحفه دي برده. والمقاسات لحد 4؟ لحد 4 اكس. لحد 4 اكس دي كوريشه. هنعملها بكام النهارده؟ اللون يعني التاني بتاعها تحفه، كشمير الغيمه. تفاصيل بصوا كده، ده الحزام اهو الداخلي حلوه حاجه كده تشد. واخده بليسي من تحت جميلة. بتلبس كل المقاسات. بس هي اكبر مقاس فيها لحد كام؟ وسعرها ما قلناهوش. 670 بس الحته دي فخامه، ودي الوانها حلوه على 670 جنيه. ركزوا معانا في العروض، كل ده ب 670 بالوانها يا جماعه لحد 4 اكس ب 670 حلوه على 670. ركزوا في كل العروض دي. والحته شياكه شياكه. تسلم ايدك، حلو قوي قريشه. افرض لي اخد لونين بقى. اللي عايز ياخد سكرينات، كل ده معانا النهارده لحد 4 اكس ب 600 وكام؟ 670 جنيه. 670 حته قريشه بالليسي شكلها قمر. تمام، تعالى لي باللي جاي. زيها 70. زيها 70. بص كده بنضحك كتير قوي عليا. بص الكم، بص التفاصيل. كل ده النهارده ب 670. دي عبايه روب قطعتين ب 670 لحد 4 اكس. في غلط، الفرق هو يدفعه 670. احنا هنبيع بالسعر اللي قلنا عليه. 650 تمام النهارده على 670 جنيه. ركز عليها كويس، حلوه الحته دي شكلها حلو قوي وتنفع امهاتي وولادي حلوه. ده 400 وكام قلت لي؟ ده يا كريم 400 وكام؟ ده برضو يعتبر محجبات. محجبات بقى ومنتقبات. 430 بقى ان شاء الله ما حد حول. بص 10 جنيه كمان. بص الشيخ هينزل لكم ب 430 جنيه. محجبات منتقبات اي حاجه. تمام على 430. المقاسات لحد كام؟ لحد 4 اكس برضو. لحد 4 اكس حلوه. والخامه كريب 430. كريب عالي كمان. كريب يا جماعه 430. حلوه محمله وتحفه. حلو قوي. 430. كل ده على 430 لحد 4 اكس. هي الزراير للاخر. الزراير للاخر صح. هتتفتح كارديجان تحتها بيزك، هتبقى حلوه برضو تحفه. تسلم ايدك على 430. 13 لون. ده الواتسين، مصنع محترم. 430 تسلم. تمام حلو قوي. بيعمل شويه موديلات للمحجبات تحف. بصوا كده اللي جايه معانا دي. دي قريشه بس سعرها في السوق 800 و900 برضه. عندنا احنا 600 وكام؟ 680 بس. 680. قرب لي ده قريشه. والحته اللي تحت ايه؟ وريني قرب لي يا عمر. اللي تحت ايه معانا؟ سيواوي. سيواوي. يعني السيواوي. عامله زي الاسكوبه الخفيفه. للامانه. ودي كام؟ 680. 680 بس الحته اللي فوق تحفه. خطيره. بص واخده برضه شغل من هنا من على الصدر، شكلها حلو قوي. تعالى لي بلون تاني كده كله 680. استنى لي يا عمر اللون ده حلو، هترميه ليه؟ خدوا بس اما اوريكم تفاصيلها، شكلها حلو قوي. كل ده النهارده ب 680 قطعتين قريشه لحد 4 اكس. لحد 4 اكس. الشحن عندنا من اول قطعه يا جماعه لكل المحافظات. افتتاح جديد وعامل لكم عروض حلوه قوي. بس الجمال ده ب 680 دي برده ب 680. اللي مصنع منزلها ب 850 جنيه. النهارده عندنا 50 منها ب 680. دي قطعتين ولا قطعه؟ قطعتين برده. قطعتين، لان في منها بيبقى قطعه واحده. دي بقى حلوه. دي سواي. دي اكيد سواي. تحفه. حاجه نظيفه بقى. وسواي محمل تحفه حلوه دي بالوانها برده. بس حاجه نظيفه مش اللي هي غسله. تمام. الشغل هنا لوكسيات كله. عايزه حبايب 400 موجود، عايزه حبايب 1000 وكسور موجود. كل الاسعار موجوده وكل الخامات. كلها متوفره. تمام. كل ده قلنا 600 وكام؟ 680. 680 بالوانها على 680، حتى الاسود بتاعها موجود. 680 تمام. قلت لي كام ده كريم؟ 40. نيجي بقى للمنتقبات والمحجبات، الشغل اللوكس. ابو استك برضو براند يا جماعه،
شغل براندات النهارده. اه حلوه 540 جنيه دي النهارده ب 540 جنيه. حلوه لحد 4 اكس. دي برضو كريب في 5 اكس ملك في 5 اكس كمان في كل الوانها. قربي برضه عشان تجيب. قلت لي كام برضه؟ 540 540 لحد 5 اكس. الله المنت تحفه على 540 لحد 5 اكس يا جماعه بالوانها على 540. والتوبي اللي جاي ورا ده مش كشمير، ده مدي للتوبي قوي. 540 تسلم. تمام البيج بتاعها خطير على 540 لحد 5 اكس. تمام تسلم ايديك. نبدا عرض جديد. ده اسود يا جماعه، عرض جديد شغل تطريز من هنا برضو. بصوا انا استنى لنا بقى، ده تحفه ده حلو شغل التطريز. في ناس بتحب الشغل ده لحد 5 اكس. لحد 5 اكس عامله كام؟ لحد 5 اكس دي النهارده ب 500 جنيه. لحد 5 اكس ب 500 جنيه. تمام حاجه زي كده بقى. شوفوا الله حلوه دي، شيفون مطرز في طبقتين. طبقتين تطريز. بصوا الخامه نفسها مطرزه، تطريز سيرما وتطريز اسود عادي. حلو دي كام برضو؟ 500 برضو. 500 تمام. بص دي برضو كل ده تطريز حلو ده بالطرحه بتاعتها كمان فيها ايه. تمام كل ده معانا النهارده ب 500 جنيه. تمام بص حاجه زي كده بقى في العرض اللي جاي ده. ده كام ده؟ 500 جنيه. وريني الكم يا كده معانا. اه استنى لنا نعرض حته حته يلحقوا يشوفوا. بصوا التطريز، بصوا الجمال لحد 5 اكس النهارده ب 500 جنيه. حلوه دي وتطريز كمان من تحت. بصوا الجمال اللي جاي، كل ده معانا النهارده على 500. كلها مطرز لحد 4 و5. تيجوا بسرعه بقى عشان الموديلات الحق. كل موديل فيه منه دستة. تمام 15 قطعة. حلو ده عشان ما نجيش متأخرين. تمام كل ده ب 500. 500 حلو، واللي عايز يشحن يلحق يحجز ويشحن. كل ده تطريز كلها على 500، كلها مطرزة كم ووش لحد 5 اكس. لحد 5 اكس. لحد 5 اكس كل ده ال 5 اكس على 500 جنيه. تمام تعالي بقى قربي كده في دي. ده شغل استرس برضو. شغل ده شغل استرس شغل عالي برضو. حلو ده، بصوا الناس اللي بتحب الحاجات اللي فيها لمعه واسترس. ده الاسترس اللي هو النظيف مش تمام. بص كده اهو تمام. كل ده معانا على 500 جنيه النهارده. تسلم. تمام بصوا كده برضو، ده شغل الواتين صح؟ لا لا وده ايه؟ حاجة مصنع تاني. حاجة تاني. تمام بصوا شكل التفاصيل بتاعته. ده 550. ده 550. ده حرير ولا حرير؟ على 550. واخده شريطين من قدام ومن ورا، شكلها تحفه. حلو قوي. كانت بتنزل ب 900 و850 النهارده ب 550. حلوه دي على 550. ده حاجه برضو نكمل الريتم اللي هو بتاع المنتقبات والمحجبات. 550 الناس اللي هم الازهر، الناس اللي المنتقبات المحجبات شكلها حلو قوي، وتنفع اللي بيخرجوا عادي برضو بيحبوا الحاجات دي في اللبس. شكلها تحفه على فكره. 550 بس دي برضو النهارده معانا على 550. لحد كام اكس يا عمر؟ لحد 4 اكس. لحد 4 اكس على 550. برضو الوانها كلها، وشايف اخضر كل الوانها متاحه يعني الوان بناتي برضو، جراي والاسود. كل ده على 500 وكام؟ و50 550 اخضرات جراي بني. تمام تسلم ايدك على 550. تسلم ايديك. تمام حاجه زي كده ممكن. ده عرض بس عشان نقول لهم عشان الافتتاح، ده عرض الافتتاح خصم 50%. ده الناس كانت بتجيبه من بره ب 950 جنيه. تمام النهارده هنعمله بكامل الافتتاح. انا دلوقتي ب 480. بس عايز اقول لهم دي كميه مشكله. كميه مشكله حوالي 100 150 قطعه مشكلين. تمام قطعتين ثلاثه. تسلم. تمام وهنعمل لك بكام النهارده؟ خلاص 480. 480 عرض الافتتاح مشكلين على 480 بدل 900 وكسور. استنى لي ايه الجمال ده؟ ب 480 جنيه. حلوه دي الملحفه دي تحفه. تسلم ايدك على 480. قطعتين بالبيزك، تقدري تغيري البيزك وتجيبيه اسود كم لو انت مش عايزه. كل ده النهارده على 480 جنيه مشكلين يا جماعه. رزق اللي يلحق منهم. ده عرض الافتتاح بنشحن بالقطعه. كل ده معانا على 480. كل ده حرير مطرز. حرير وفي حاجات كمان بطرحتها. تمام في حاجات بطراحه وحاجات من غير. الله حلو الزيتي. كل ده على 480. مقاسات واشكال مكسره صح؟ يعني الموديل ممكن تلاقوا من حتتين ثلاثه اربعه مكسرين. بصوا الجمال بطرحته اهي على 400 وكام؟ وريني وشها عدل بس. 480 جنيه عرض الافتتاح النهارده. تسلم. تمام بصوا يعني الموديل الزيتي ده في منه البتنجاني قدام اهو، كل ده على 480 مشكلين انتوا ورزقكم. تمام كله على 480. الله حلوه دي، دي حلوه قوي. 470 جنيه النهارده ب 480 يعني خصم 400 جنيه. حلو قوي والله العظيم تحفه. اديني ظهرها بس كده يا عمر، انا عايزاكم بس تركزوا. بصوا الجمال، كل ده النهارده عرض الافتتاح 480 جنيه. بص الاسترس ده مش اللي هو ودينا وشها. كل ده ب 480 عرض الافتتاح. ممكن تلاقوا حاجه منها اكس لارج 2 3 4 5 على حسب الموديل لانه مكسر. تمام وعشان كده عرضه لكم. كل ده ب 480.
بصوا بالوانها، بصوا الجمال، كل ده على 480 جنيه. تسلم يا عمر. تمام. بصوا ده برضو كل ده على 480. ده دي قطعتين ولا قطعة واحدة؟ قطعة واحدة. ده هو بيزك. تمام. كل ده على 480. شكلها حلو قوي على فكرة الموديلات يا عمر. جميل. تسلم ايدك. كل ده على 480. والزيت اللي في الأول معاك دي تحفة. كل ده ب 480. يلحقوا ياخدوا سكرين يا عمر. كل ده ب 480، يعني دي مقاس كبيرة اهي. تجيب 4 5 اكس. اه ما انا بقول تجيب كده على 480. انتوا وحظكم في المقاس والموديل. تمام، لانهم مشكلين. آه مترزه وش وظهر. استنى لي بترمي بسرعه. دي 480. انا شفت التطريز بس كده سريع. 480. كل ده ب 480. تطريزه شفته من الظهر سريع. قول لي اللي هياخد اكتر من 3 قطع هيتعمل له خصم 20 جنيه على الحته. يعني هتبقى 460. تبقى 450. اما 450 عشان خاطر زباينك. تسلم. اللي هياخد 3 قطع هتبقى ب 450. الحق والله العظيم استفادي بالعروض. بصوا الجمال. بصوا استنى لي بس. كل ده معانا النهارده على 480 جنيه. شكلها تحفه والموديلات حكايه. اللي هتاخد اكتر من 3 قطع منهم. تمام. خصم 20 جنيه. حلو قوي. خصم 20 وهي 480 يبقى 460. 450 انت قلت. 3 قطع 450 يا عمر. ما توقعنيش بقى بالكلام. انت قلت 450. خلاص مش هرجع تاني. اه 450. مش انا اللي قلت، انت اللي قلت وعملت العرض. 450. استنى لي. بصوا التطريز الايد يا جماعه. انا عايزاكم بس تركزوا. كل ده النهارده ب 450 جنيه. حرير مشكل، مقاسات لحد 5 اكس مكسرين. وده عرض الافتتاح النهارده عند العالمي. احنا موجودين في القاهره في العتبه، شارع الجيش فوق صيدليه طارق، الدور الاول يا جماعه. اول دور. تمام. اول دور. الناس الكبيره اللي بتتعب من السلم وكده يا جماعه. تمام. أول دور. اول دور. كل ده النهارده على 480. وخصم 20 جنيه لو هتاخد 3 قطع. وخصم 30 جنيه لو هتركز معايا. هتبقى ب 450 لو هتاخدي 3 قطع. القطعه ب 480. الحاجات دي كان اسعارها 800 و900. النهارده كل ده عرض معانا 480 جنيه لكل متابعين مكه. الله ده فيه. بص بص استنى لي. دي تطريزه حكايه. بصوا الجمال والله العظيم. شياكه يا جماعه. وريني اللي وراها. دي ملحفه ولا ايه؟ منها الوان بقى. لا ده دي عبايه كم سعودي بالوانها حلوه على 480 جنيه. تسلم ايدك. تمام. حلو قوي. في تاني عروض منها. الله حلوه دي برضه. هنختم بدول. كل ده النهارده على 480. كل ده حرير موديلات بالوان كله على 480. الملحفه في منها البيزك الاسود اهي يا جماعه. 480 برضه داخله ضمن العرض. شفنا منها موبيزك ابيض ودي بيزك اسود بكم 480 جنيه. تسلم ايديك. تمام. نيجي بقى للشغل اللوكسيات، شغل العرايس والبراندات. الناس اللي بتدور على عبايات بقى للحنه وللعزال وحاجات استقبال بقى للصباحيه. الشغل ده كله موجود هنا برضو يا عمر. بس اسعار دول على التليجرام. تمام. انا عايزه بس اقرب لكم تشوفوا تفاصيل. بصوا الحلويات. بصوا الكم بتاعها شكلها شياكه بالوانها. وكل ده اسعاره على التليجرام يا جماعه، مش هنا يعني، مش حافظين اسعاره. اسعاره كلها على التليجرام. اي موديل بتشوفوه الوانه كلها متاح. ايه الحلويات دي؟ استنى لي بس. ايه الجمال ده يا عمر؟ والله ده انت مدلعه على الاخر. ده بكام؟ عبايه بكام؟ شكلها تحفه حلوه دي. تمام. في ايه تاني معانا؟ وريني. تشكيل ما شاء الله كبير جدا هنا من العبايات. بصوا دي حلوه دي برضو. الحاجات دي اسعارها تليجرام. ركزوا معانا. موجود منها الوان ومقاسات برضو. والحاجات دي هتلاقوها على التليجرام برضو باسعارها. حلوه دي، حلوه قوي. ده شغل العرايس كله. اي حاجه بالوانها. بصوا كل حاجه زي ما انتم شايفين بالالوان. بس احنا بنختصر معاكم وقت. ايه ملاح؟ ايه الجمال ده؟ شغل حلويات والله العظيم تحفه. استنى ما اقرب لك بس. بصوا من ورا انا عايزه اوريكم. بصوا شكل التطريز بتاعتها. كل دي ملحفه حرير شكلها قمر. تلبس معاكم في 100 كيلو بالوانها برضو. ده كله شغل لوكس اهو. اه بصوا كل حاجه بالوانها هي يا جماعه. احنا موجودين عند العالمي في القاهره في العتبه شارع الجيش فوق صيدليه دكتور طارق. بيننا وبين محطه المترو بتاع باب الشعريه حوالي 5 دقايق مشي، مش اكتر من كده. اقل من 5. بصوا الجمال. حته بجد فخامه حلوه دي. تمام. اسعار موجوده. اسعارنا كلها موجوده. هتناسب كل الازواج. تمام. ورينا. بصوا بصوا الله. بصوا التطريز. استنى لي بس كده. ده اكس لارج. كل حاجه بمقاساتها موجوده هنا. حلوه جدا دي برضو. التليجرام عليه الشغل كله. بصوا كده الملاحف. بصوا الجمال والحلويات. كل دي ملاحف شغل. استنى لي بس. استنى. بصوا الشغل بتاعنا. حته حلويات فخامه. دي كلها ملاحف. حاجات كده فاخر من الاخر زي ما بنقول. التليجرام لو عايزين قولوا لي تم. لو انتوا بتشوفوني تيك توك وفيسبوك، لو على اليوتيوب هتلاقوا التليجرام في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. ده تونيك بنطلون قريشه. بصوا دي جي اهو زي ما انتم شايفين قريشه. شكلها حلو قوي. تمام. تسلم. اسود بس دي عمر. اسود
اسود والوان تمام. بص كل حاجه موجود منها فاتوره الوان زي ما انتم شايفين. بص 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 الجمال حلو قوي دي، شكلها حلو جدا. تسلم تمام. انا عايز اقول من الطعامه قطيفه، يعني الشغل اللي فيها ده هاند ميد، ده الخرز دي هاند ميد، ما بتشتغلش مكان خالص، فده شغل هاند ميد على كوريشه برضو. تسلم تمام. بص اللي جاي حلوه دي، انا بقرب لكم تشوفوا شكل التطريز، شكل الكم بتاعنا عامل ازاي، حته بجد تحفه، حلو قوي. تمام تسلم ايدك. بصوا بصوا جايب لكم بدرجات الوان. حلويات اقول لكم ايه، حلويات والله العظيم شياك. تعالى بس امسك معانا كده يا خولي، تعالى بص كده، تعالى يا كريم معانا كده، امسك لون تاني، دي اي لون تاني. بصوا الفاتح والغامق، بصوا بصوا انا عايزه بس اقرب لكم، استنالي بس كده. بصوا الجمال شكلها تحفه، حلو قوي، اربع الوان حلوه لحد 4 و5 اكس، حرير برضو شكلها شياكه. تسلم. انا عايزه اقول شغل اللوكس كتير قوي هنا ما شاء الله. تعالي لي، تعالى تعالى بس تعالى. ايه الحلويات دي، ايه الجمال ده، بصوا الكم بتاعنا، الكم حلو قوي. تسلم ايدك. اسود في بيج، ومن تحت البيزك بتاعها بيج وفي الوان. ارجع لي يا كريم سنه، بصوا حلو قوي قوي. لا باينه معانا، انا مزومه لك عليها. ده ستان ولا ده اللي هو التيك توك؟ تيك توك بس صح، تيك توك بس في لمعه تحفه، حلو ده. تسلم ايدك. الحاجات اللي انا ما بقولش سعرها دي اسعارها كلها تليجرام، كل الوانها متاحه زي ما انت شايفين. طب واللي عايز عبايات صباحيه وعبايات حج وعمره، الحاجات دي برضو ورينا قطعه منها ولا قطعتين نختم بيها كده. بص بص الله الله الله، بص الحلويات. استنالي بس يا كريم، هجيلك هجيلك انا، انا عايزاكم بس تشوفوا التطريز بتاعتها. بص بص الشغل الفخامه، ادينا وشها يا كريم، بصوا حلو قوي قوي. كل دي اسعارها تليجرام، اسود وابيض والوان، حلو قوي قوي. تسلم تمام. تسلم ايديك. تشكيل كبير، شغل اللوكس كله موجود، وعملنا لكم عرض على الشغل اللي هو كسر اسعار. تعالى لي يا كريم، تعالى تعالى، ده انت مدلعه، خليك زي ما انت يا كريم، خليك زي ما انت. بص بص حلو قوي، شكلها تحفه برضو. دي ايه، كريشه ولا حرير؟ دي حرير. تسلم تمام، حلوه. بص دي برضو، بص عايزه تجيلك. بص حلوه دي زي ما انت، الاسود ده، ايه الجمال ده؟ دي الخامه النيده. دي خامه ايه؟ نيده، اعلى من الحرير، اعلى من الحرير. والكم بتاعها، وريني الكم بس. ما انا لسه بقول لك وريني الكم. بص 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 الجمال، الشغل هنا حاجة تانية يا جماعة، مختلفة خالص. عارف نحن بنختلف عن الآخرون. حلوة شغل برضو التطريز ده، حلو قوي. تسلم إيدك بألوانها برضو يا كريم، ألوانها كلها. تسلم إيديك تمام. أنا عايز أقول في تشكيل كبير جدا، بصوا طول ما أنتم ماشيين، يمكن إحنا بنفوت موديلات كمان عشان وقت الفيديو بس ما يطولش معانا. وده اللي هو الحرير، الستان سوري، ده الستان. الحاجات دي كلها لسه جديده والله، لسه ده كله جديد. تمام. اللي عايز ملاحف بقى زي كده برضه، ملاحف الله مطرزه. بص كده الجمال، حلوه الملاحف. علي قربي كده، عايزه توريني تفاصيل. اهي تطريز وشكلها حلو قوي. خلي وش عادل بس كده معانا يا عمر. ايوه تسلم ايدك، حلوه دي تمام. كل الاشكال دي اسعارها تليجرام يا جماعه. اسعارنا هنا كانت بادئه من 400 جنيه صح؟ كانت بادئه من 400 ولا من كام؟ بص كده اسعارنا كانت من كام؟ بس اوري لك حاجات ثانيه زي كده. بص قربي كده. بصوا الكم قصر، الشغل كله تحفه. تسلم ايدك تمام. عايز اقول لكم خلصت جوله النهارده من عند العالمي، ما عرضتش كل الموديلات، الموديلات كلها تلاقوها موجوده في لينك التليجرام اللي في اول تعليق. احنا موجودين في القاهره في العتبه شارع الجيش فوق صيدليه الدكتور طارق. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور في نهايه الفيديو، هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق، والارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان. احنا واقفين دلوقتي قدام مكتب العالمي في القاهره في العتبه في شارع الجيش. لو جايين من محطه مترو العتبه، هتيجوا تنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر ده زي ما انتم شايفين، وتفضلوا ماشيين لحد ما توصلوا عند صيدليه الدكتور طارق. احنا المدخل اللي جنبها على طول. ولو جايين من اتجاه مترو باب الشعريه، وده هيكون اقرب ليكم كمان، محطه المترو في الاخر مكان ما بزوم لكم كده. بصوا انا بحاول ازوم لكم عندها، عند السور الابيض اللي في الاخر ده. هتمشوا مفيش 5 دقايق مشي لحد ما
هتوصلوا عند صيدلية دكتور طارق، احنا مدخل العمارة اللي جنبها على طول العالمي، ومش هتطلعوا كتير، ده اول دور علوي، يعني الناس اللي ما بتقدرش تطلع سلم احنا قريبين جدا من الارضي، هو الدور الاول بعد الارضي على طول، ده مكتب العالمي زي ما انتم شايفين. انا بجيب لكم العنوان تفصيلا وازاي تيجوا، سواء مترو باب الشعرية او مترو العتبة. هنطلع مع بعض كده لاول دور علوي، اول ما هنطلع على طول هتلاقوا برضو المانيكانات بتاعته بالشغل بتاعه زي ما انتم شايفين، ده مكتب العالمي زي ما انتم شايفين، هو المدخل اللي على ايدكم اليمين، ربنا يجعلنا يا رب من اهل اليمين. التشكيل عنده ما شاء الله حلو جدا، والشغل اللي عنده كله لوكسيات زي ما انتم شايفين. بالله عليكم لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.